فتعالوا نروح بقى لأهل الجزيرة مع زميلتنا سالة حامد ونرصد فرحة الجماهير هناك بعد مباراة اليوم. اتفضلي يا سالة. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومستمرين معكم في تغطيتنا الخاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وفرحة الأعضاء النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن طبعا خليني في البداية أبارك لك يعني على مباراة اليوم. لاعبي النادي الأهلي لحد آخر لحظة كانوا بيقاتلوا بيحاولوا إن هم يدخلوا جول، لك الحمد لله قدروا إن هم يتوجوا بلقب بطولة السوبر. هو الحمد لله على المكسب وعلى البطولة الثامنة الكأس السوبر الأفريقي، والأهلي معودنا على كده دايما على طول بيبقى موجود في المواعيد الكبيرة وموجود في اي احتفال، والحمد لله على المكسب والبطوله ال 23 ال 24 افريقيا. رايك في اداء لاعبي النادي الاهلي؟ الاداء كان كويس جدا، وبالاخص يعني اداء بيرسيتاو واداء احمد عبد القادر، احمد حمدي عبد القادر نزل بصراحه هو اللي عمل تغيير للماتش، وكانت تغييره موفقه جدا والحمد لله على المكسب. مليون مبروك طبعا، فوز غالي النهارده، فوز صعب بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تحب تقول لهم ايه والنهارده يعني رايك في ادائهم قدام الرجاء المغربي؟ الماتش كان صعب جدا النهارده. اولا ببارك للفريق واللعيبه ومجلس اداره والجمهور والاعضاء. طبعا ماتش صعب بس الحمد لله بخبرات اللعيبه والفرقه كلها ملوك الوقت بدل ضايع النادي الاهلي. طب تحب تقول لهم ايه؟ يعني ان شاء الله مستنيين الدوري وكاس العالم للانديه باذن الله، ان شاء الله باذن الله وافريقيا بس ان شاء الله. طبعا مستمرين معاكم في تغطيتنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ومعايا احد من اعضاء النادي الاهلي. مليون مبروك طبعا النهارده، فوز غالي، فوز مهم لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تحب تقول لهم ايه النهارده ورايك في ادائهم قدام الرجاء المغربي؟ هو بسم الله ما شاء الله، يعني كانوا لعيبه رجاله وقد المسؤوليه ولعبوا لاخر دقيقه زي ما معودينا في كل مره، والحمد لله مبروك لمجلس الاداره والنادي واللعيبه والاعضاء وكل النادي الاهلي، الف مبروك. رغم ان كان في اخطاء تحكيميه ولكن قدروا لاعبي النادي الاهلي ان هم يعني متعودين على موضوع الاخطاء التحكيميه والظلم التحكيمي، بس احنا ما بيهمناش الكلام ده، والحمد لله ربنا بيكافئنا في الاخر لان احنا بنعمل اللي علينا وعقبال كل مره باذن الله. شفتي الماتش النهارده؟ انا نفسي كل يا رب نكسب على طول، بس عايز الشناوي يبقى احسن واحسن عشان نكسب على طول، يا رب نبقى نكسب الفرقه كلها ويا رب نكسب. تحبي تقولي ايه لعبت النادي الاهلي؟ الف مبروك. مليون مبروك طبعا النهارده، عايزه ابارك لك على الفوز النهارده، فوز غالي وفوز يعني كبير لكل جماهير النادي الاهلي. رايك ايه في اداء لعب النادي الاهلي النهارده؟ في البدايه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لفريق الرجاء، مبروك البطوله. اداء لعيبه الاهلي طبعا كان في اجهاد كبير خصوصا اللعيبه اللي جايه من المنتخب. لا انا كان شايف ان الاداء الى حد ما كويس جدا، ممكن يكون الخطه اتغيرت شويه بسبب ان كابتن عمرو السولية اتصاب، الف سلام عليه. ان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله الماتش النهارده بيثبت ان احنا عندنا حلول في الملعب وحلول كمان بره الملعب. كان في اخطاء تحكيميه كتير بس ده اللي احنا متعودين عليه، وان احنا دايما بنحاول نجيب البطوله حتى في البلاي اوف 90. حضرتك يمكن طبعا التوقف الدولي ومشاركه بعض لاعبي النادي الاهلي مع منتخب مصر والمده يعني اللي توقف فيها المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن ده اثر شويه على اداء لاعبي النادي الاهلي. هو اثر كتير بس الحمد لله لعيبه الاهلي دايما معودنا ان هم رجاله وابطال، ويشرفوا نفسهم، شرفوا النادي الاهلي، شرفوا مصر، وشرفوا الكره الافريقيه كلها، وان شاء الله في كاس العالم للانديه المره دي هننافس على رقم واحد ان شاء الله. اقول لهم الف مبروك وان شاء الله موفقين ودايما تحصدوا لنا كل البطولات ان شاء الله. كده طبعا كان لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والفرحه يعني كبيره طبعا داخل مقر النادي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليكم، تفضلوا.